نقدم لكم موعد وتوقيت مباراة جنوب أفريقيا ضد الرأس الأخضر بدور ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا اليوم، والقنا الناقل المباراة وملعب المباراة. وتأهل منتخب جنوب أفريقيا لهذا الدور بعدما تغلب وفاز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0 بدور 16. أما من الطرف الآخر فريق منتخب الرأس الأخضر فقد تغلب وفاز على منتخب موريتانيا بنفس الدور دور 16 بنتيجة 1-0 ليواجه المنتخبين بعضهما البعض بهذا الدور دور ربع نهائي البطولة. وتقام المباراة اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 وذلك في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والحادية 11 مساء بتوقيت السعودية والثانية 11 منتصف الليل بتوقيت الإمارات والثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 1 ماكس بتعليق محمد بركات. ويقام اللقاء على ملعب شارلس كونان باني بكوت ديفوار منظم البطولة. وفي النهاية شاركونا بتوقعاتكم للمباراة بالتعليقات أسفل الفيديو قبل انطلاقها.